السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنكمل مع بعض النهاردة المين، الجزء اللي هو هيبقى فيه زي الديسكريبشن، الموقع بتاعنا أنا بسميه سلوجان عموما يعني، تمام؟ فخلونا أوريكم إحنا هنجيبه منين. يعني لو رحت أصلا على جوجل سيرش برضه هتلاقي حاجة اسمها اكزامبلز أهم، ماشي؟ لو كتبت اكزامبلز بس عندهم حاجات لطيفة يعني. يعني انا شخصيا حبيت ان انا اخد من حاجه اسمها برودكت، عايز اخد الجزء ده بس. طبعا انا اقدر ابنيه عادي يعني، ما فيش مشكله، تمام؟ بس زي ما اتفقنا لو انا بنيته يبقى ما استفدتش حاجه من بوت ستراب. انا عايز بس ايه اللي هو في الانجاز، عشان بيبقى فيه بولي ام دي متظبطه وهكذا. المهم نبقى فاهمين الاتجاهات اللي معموله عشان اقعد عليها. طيب انا عايز انزل الحاجه دي، هروح كده هقول له داونلود سورس كود. اما اقول لك داونلود هقول له السورس كود، هروح نفتح هنا. ناخد منها، هي اصلا حته صغيره اللي احنا ناخدها، خدوا بالكم. ده البوت ستراب 4. لا انا عايز ايه ده، سوري، اكزامبلز، ماشي. دي مختلفه عن اللي انا كنت نزلتها. دي واحده دوكس ساس، هو حطها في، نشوف ال، هو حطها في لاي اوت انكلود. لا انا عايز ال، استنى، ممكن انا هنا ممكن عشان ده اصدار ممكن مختلف، ماشي. المهم لو عملنا انسبكت كده، او فيو بي جي سورس، برضو فيو بي جي سورس، او خلونا نشوفه. احنا عايزين الجزء ده اصلا، ماشي. خلينا ناخد ده اللي هو، مش خلونا نفتح فيو بي جي سورس ونريح دماغنا اهو. كنترول اي كنترول سي، ونعمل فايل هنا، نيو فايل، حطه. هو الجزء انا عارف الجزء اللي انا عايزه، الجزء اللي هو طبعا ده كله بيشرح الحاجات اللي احنا، هو اصلا بص مقسمها لك. انا عايز الجزء من اول اللي هو الرو اللي هو فيه الديسكفري، اللي هو اسمه، هو اسمه ايه اول حاجه، بوني هيدلاين، هتلاقيها موجودة هنا أهو. ده كامينج، هو اللي هو الفولدر ده، بس هو الديفاية دي، تمام. هناخدها ونشوف برضه لو احنا عايزين حاجة تانية نعملها. بس طبعا ايه، قبل طبعا ده بقى هنشتغل على ايه، الكونتينر، جوه الكونتينر. فأنا برضه عشان برضه أنا هحتاج إن أنا أفصل الحاجات دي، فخلوني الأول أحط دول كده، وبعد كده تفرج، ماشي. في ديفاية ناقصة أو في حاجة هنا، ده واحد أتأكد إن مفيش حاجة. لأ مفيش، فهو ناقصه ديف. تمام، اتحط اهوت، تمام. خلونا بقى إيه نظبط الثغرة دي شوية عشان نبدأ نشتغل. هي طبعا كده مش متظبطة، احنا أصلا هنصغر الكلام دلوقتي، مش مشكلة، خليها كده. نقفل بقى ايه، نقفل الحاجات دي، ونقفل ده، ونقفل ده، مش عايزينه، دون سيف، خلاص، ماشي. خلونا بس نروح نظبط بقى حاجتنا. احنا هنا في اول الكونتينر هنعمل هنا ستارت كونتينر، ستارت كونتينر، ماشي. خلوني وكنترول سي، ده ايه ده؟ لا ده الاب اللي بره، يبقى هنا مفروض هنا، ودي انت كونتين عشان ما نتلخبطش. طبعا المفروض اصلا كل جزء من ده بيبقى في كومبوننت بره، بس انا بحاول يبقى كله تحت بعضه وانتوا فاهمين، وتقدروا تقسموا بقى وتعملوا امبورت للجزء ده. فده موضوع بسيط يعني. فانا هنا هنبدا الاول نعدل. لا استنى، احنا هنا عملنا ده، المفروض يبقى هنا في ديف تاني بقى، اللي احنا هنسمي ده مثلا كلاس، كلاس نيم هيساوي ده مثلا، انا هسميه اللي هو السلوجان مثلا. هو ده اصلا كلاس نيم ليا انا، مش موجود اصلا، ماشي. ومفروض الديفاي دي نشيلها ونحطها هنا عشان بعدها نحط الاند
بتاع ايه، هناخد دي كده كنترول سي هنا ونقول له اند اوف سلو جن، وهنا المفروض ده برضو نعمل له ستارت كنترول سي من اول هنا ستارت. تمام ماشي تمام. احنا بقى هنبدأ نعدل واحده واحده الاول، هنبقى ناخدها كده من الاول ماشي. طبعا ده عامل لك البوزيشن والجو ده، فانا طبعا احنا الديزاين بتاعنا دارك تمام كده، طبعا دارك الاسود مش هيبان. تمام هنمشي واحده واحده بقى. اول حاجه هنعمل الكلمه دي هتبقى اللي هي ديسكفر اند كوليكشن زي اوبن سي يعني، ديسكفر كوليكشن او كوليكت قصدي كوليكت تمام. طبعا ده مش هيبان، فهروح هنا اقول له ان انت هتبقى وايت تكست وايت عشان يخليه ابيض ماشي. بعد كده عندنا هنا يا سيدي ده ممكن نخليه بولد عشان يبقى سميك كده، لا مش فونت ويت بولد وفونت بولد او تكست بولد، او لا هي مش تكست يا رب، اف يو اف دبليو اللي هو يعني كده ماشي. بعد كده هنغير هنا بقى بتاعه الجمله ديت، ناخدها من الاوبن سي ونعدل عليها اوبن سي. طبعا اوبن سي هو المرجع لحاجات كتير دلوقتي ماشي، اللي هي الجمله ديت ماشي. نروح للصفحه بتاعتنا ونروح لل التكست اللي موجود كنترول في، وهو بيقول لك ايه بقى، طبعا هو برضو عايز تكست وايت، تكست وايت عشان يبان. اند لارجست ان اف تي، احنا هنا تخصص انيمال صح مش فيرست يعني. خليها سكند او تين تينز. خلاص احنا بس يعني بنعمل كده largest NFT animal، خلينا نحط كلمة animals عشان نبقى متخصصين يعني ماشي. وطبعا coming soon دي المفروض يعني دي جملة أنا كاتب فيها إيه، هو زرار بس ديزاينه حلو يعني. welcome to our وورلد تمام. انت تقدر بقى تخلي الزرار ده طبعا ايه، هو مش سكندري ومش هيبقى كده، انا عاجبني ان هو يبقى دينجر تمام. وتقدر تخلي تقدر تخلي البتاع ده الزرار ده بقى بعد كده يوديك على سيكشن معين انت عايزه وهكذا. فده يعني شايفين انتوا يعني بنبدأ نحدد واحده واحده. طبعا لو كبرنا كده شويه، انا الفكره عندي استنى خلينا اشوف اللي ده مثلا ده H1 ده ممكن نخليه، لو قلت له ده اللي هو مين ده الست ده استنى، لو قلت له انت 3 ده بيزيد اكتر. طيب لو خليته 6 لا ده اصغر، خليه 3 حلو ماشي. بعد كده عندنا طب لو قلت له انت تسيبه 1 والله ما عارف هو كده أحسن ولا مش أحسن. أنا في الصغير جميل هنا. طب أنا ينفع استنى لو أنا عملت كده وعملت كده، هو واخد كل ام دي، لو قلت له 6 في الام دي، طب خليه 12 12 ده A1. طيب هنا معقول بس بقى ايه، ايوه الشاشات الكبيرة كويس، احنا هنسيبه كده بس نظبط بقى ايه في الشاشات الصغيرة، نظبط MX02 MY مارجن اكس. هو ده لا انا مش ده، انا عايز اللي هو ده مثلا ده كله، او ممكن من هنا كله لو قلت له بادينج واحد مثلا. ايوه حلو كده تمام.
انا شخصيا يعني عشان الواحد موبايل اكتر، فهو اصلا انت الصح انك تبدا بالمقاس الصغيره وتلاقي الكبير ان شاء الله ظبط ماشي. فده شكل نوعا ما راضيني. لو انتوا مثلا حابين تحطوا على الاور مثلا ديت، بلاش تكست لايت مثلا، تخليه وورنينج، فتمام بقى اللي انتوا عايزينه. بس طبعا انا ما بحبش الوان كتيره، بس دي جمله مثلا مميزه ممكن تشوفها، او ممكن تخليها برضو دينجر طالما ايه يعني احنا هنتبع. لا بس مش حلو. المهم اللي انتم شايفينه، هنوقف هنا في القسم ده، نيجي ان شاء الله نشتغل القسم اللي بعده. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.